هنتكلم دلوقتي على divisions of anatomy اللي هو اقسام علم التشريح. فزي ما الاول هنعرف يعني ايه علم التشريح. anatomy means cutting up. يعني ايه؟ انا يعني اب، ثم يعني cut، يعني اقطع وارفع، اقطع وارفع. ده كلمة معنى كلمة اناتومي اللي هي الكلمة اللاتينية اللي احنا شفناها دلوقتي. هنيجي دلوقتي نتكلم على تقسيم علم الاناتومي. ممكن اشرح اللي هو علم التشريح. التشريح ده بيبقى بطريقتين. اول حاجة التشريح بالعين المجردة، يعني اقطع الجلد واتفرج على العضلات، اقطع العضلات واتفرج على الشرايين، اقطع الشرايين او اشيل الشرايين واتفرج على العظم. كل ده باستخدام العين المجردة. في حاجة تانية، ممكن بقى بعد ما اخد الشرايين وافحصها ممكن اعمل فيها قطاعات، قطاع بالهيستولوجي وافحصه تحت الميكروسكوب. ده تشريح برضه بس اسمه تشريح الميكروسكوب. يبقى التشريح في الاساس اتنين، جروس او بيسموه ماكروسكوبيك اناتومي، ماكروسكوبيك اناتومي باستخدام العين المجرد، وفي تشريح تاني باستخدام الميكروسكوب ده اسمه مايكروسكوبيك ايه اناتومي اور هيستولوجي. طبعا احنا شغلنا كله هيبقى على الماكروسكوبيك اناتومي باستخدام العين المجردة، لان المايكروسكوبيك اناتومي ده علم تاني اللي هو علم الهيستولوجي. نيجي بقى هستخدم عين المجردة في التشريح. في طريقتين، اول حاجة في حاجة اسمها ريجونال اناتومي، في حاجة اسمها سيستيميك اناتومي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ريجونال اناتومي يعني اجي على تشريح الابر ليمب اللي هو الطرف العلوي اشرحه لوحده، وبعدين اجي جزء تاني اشرح اللور ليمب جزء لوحده، بعد كده اشرح الهيد والنك اللي الراس والعنق اشرحه لوحده، بعد كده اشرح الابدومن اللي هو تشريح البطن اشرحه لوحده. ده كل ده على بعضه ده اللي انا بسميه ريجونال ايه اناتومي. ادي اللي انا شايفه ده كله، كل ده كله على بعضه اسمه ايه ريجونال اناتومي. فالريجونال اناتومي ممكن اشرح الابر ليم، ممكن اشرح اللور ليم، ممكن ده اسمه تشريح مناطق جسم الانسان. ده اول نوع لانواع التشريح، وده اللي احنا هنستخدمه على فكره في كلياتنا دايما. هنشرح الاول ابر ليم، وبعدين هنشرح بعد الابر ليم هناخد الثوركس، وبعدين ناخد اللور ليم، وهكذا. ده اللي هو ريجونال اناتومي اللي احنا نستخدمه. فزي ما انت شايف كده دلوقتي، بص هنيجي نشرح الجزء ده من الابر ليم، حتى هنستخدم جزء تاني من الابر ليم اللي هو يعني افرض انا بشرح الابر ليم، هشرح الاول ايه الجزء ده اللي بيسموه الاكزيلا اللي هو الجزء ده، ثم بعد كده هشتغل في الارم، ثم هشتغل بعد كده في الفور ارم، ثم بعد كده هشتغل في الهاند. كل ده اسمه على بعضه ايه ريجونال ايه اناتومي. دي الطريقه الاولانيه ودي اللي احنا هنستخدمها. في طريقه تانية للتشريح اللي هي بيسموها سيستميك اناتومي. ايه سيستميك اناتومي ده؟ سيستميك اناتومي ده اقول لك ايه، احنا هنشرح الجهاز العصبي النيرفس سيستم، ناخد البرين، ثم ناخد الاعصاب الطرفيه ونقعد نشرح فيها ونخلص، بعد كده ناخد الريسبيراتوري سيستم اللي هو اسمه الجهاز التنفسي، ناخد الجهاز التنفسي من اول النوز، وبعدين الفارينكس، وبعدين اللارينكس، وبعدين التراكيه، وبعدين اللنج. ده دراسه الريسبيراتوري سيستم. بعد كده في حاجه اسمها سيركيليتوري سيستم اللي هو تشريح الجهاز الدوري، ناخد القلب اللي هو الهارت، وبعدين الارتريز الشرايين، وبعدين الاورده بتاعت الجسم. ده اسمه سيستميك اناتومي. ده كليات الطب عندنا مش ماشيه بنفس السيستم ده، احنا شغالين على الاولاني اللي هو اسمه ريجونال ايه اناتومي. نيجي انواع اخرى للتشريح اللي هو بنقول عليه other subdivisions of anatomy. عندي ساعات تلاقي حاجة اسمها applied او clinical anatomy، التشريح التطبيقي او التشريح الاكلينيكي. هو التشريح العادي بتاعنا، لكن بنحط فيها حتة اكلينيكية. بمعنى يعني اجي اشرح لك اقول لك الفيس الوجه ما فيهوش فشل،
يعني تحت الجلد مفيش اللفافة اللي احنا قلنا عليها. طب ليه؟ افهمك ليه. لان الفيس ده ربنا خلقه الوجه عشان التعبير، عشان الواحد يعبر عن نفسه، اذا كان مبسوط، اذا كان زعلان، اذا كان غضبان، اذا كان متنرفز. لو ربنا حط لي دي فاشيه يبقى انا مش هعرف ايه اكشر ولا ازعل ولا اعمل، والتعبير ما يبانش على وشي. ده اسمه كلينيكال اناتومي، يعني بانت اهميه ربنا سبحانه وتعالى ما حطليش كده هنا دي فاشيه. حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه مثلا في الفيس تلاقي ايه في الوجه، تلاقي الشرايين بتاع الوجه متعرجه. متعرجه ليه؟ ربنا مديها التعرج ده، بيديها طول زياده. ليه؟ عشان لما اجي ارفع حواجبي لفوق قوي لو في شريان قصير يتقطع، لو اجي انفخ ببقي لو في شريان قصير يتقطع. لكن ربنا مديني طول في الشرايين والاورده والحاجات زي كده عشان اقدر لما يحصل تعبير ما يحصلش اي مشاكل في الايه في الحاجات دي. عشان كده ده اللي بنسميه ابلايد. لما اشرح لك الحته دي يبقى معنى كده ان انا بشرح لك حاجه اسمها ابلايد اناتومي او كلينيكال اناتومي. او حاجه تانية اقول لك ايه، لو العصب ده اتقطع ايه اللي يحصل؟ الدراع يحصل فيه كذا او رجل يحصل فيها كذا. ده كلمه ان انا لو الدراع ده اتقطع والعضلات هيبقى شكلها كذا وكذا وكذا، ده اسمه تشريح تطبيقي او تشريح ايه كلينيكي. في حاجه تانية، في نوع تاني من الاناتومي اسمه سيرجيكال اناتومي. سيرجيكال اناتومي اقول لك ايه، تعالى معايا في البطن، في حتت ضعيفه في جدار البطن، الحتت الضعيفه دي بيحصل فيها هرنيا، الهرنيا دي اسمه فتق، الفتق ده بنعمل له عمليه، ده اسمه سيرجيكال اناتومي اللي هو التشريح الجراحي. بدرس لك بوجهه نظر ان انا عايز اوري لك بالظبط ايه الاهميه التشريحيه لعلم التشريح في الجراحه. ده نوع اسمه التشريح الجراحي. في حاجه اسمها سيرفيس اناتومي، اقول لك النهارده لما اجي للكبد ازاي ارسمه على جسم الانسان الصحي، اعمل خط فين وخط فين وخط فين، ارسم جسم كبد الانسان او ارسم قلب الانسان او ارسم رئه الانسان. كل ده اسمه سيرفيس اناتومي اللي هو رسم اجهزه او رسم اعضاء جسم الانسان من السطح. ده مهم جدا عشان النهارده لما ارسم القلب في واحد سليم اقدر ارسمه بعد كده في واحد، او احدده فين بالظبط في واحد مريض، اقدر اقول الراجل ده عنده القلب متضخم، او اذا كان الكبد كبر كام قد ايه، او الطحال جسم بقى كبر اقدر احسه ازاي وكبر قد ايه. كل ده ان انا احس اعضاء جسم الانسان من الخارج واقدر ارسمها، ده اسمه سيرفيس اناتومي. في انواع جديده من اناتومي تاني طلعت في التشريح اللي هو ايه، الاشعه. النهارده انا بالاشعه بقدر اشوف العظم بتاع جسم الانسان كله، ده اسمه راديولوجيكال اناتومي. اجي كمان ممكن اعمل قطاعات في جسم الانسان، قطاع في الرقبه، واقدر اقول لك ده الغده الدرقيه بتاع الراجل ده تضخمت وكبرت او ما تضخمتش او طبيعيه. اقدر اقول لك الشريان ده مسدود ولا مش مسدود في المخ، بفيلم اشعه بجهاز الاشعه المقطعيه بقدر اقول كل الحاجات ديت من غير ما اقطع في جسم الانسان ولا حاجه. ده باستخدام الاشعه اللي احنا اجهزه الاشعه اللي موجوده واللي تطورت، فده اللي بيسموه راديولوجيكال اناتومي. في نوع تاني من الاناتومي غايب عن ذهننا اللي هو تشريح جنيني او التشريح التطوري. النهارده الجنين بيتكون في الرحم في اليوترس، بعد يوم بيبقى شكله ايه، بعد يومين بيبقى شكله ايه، بعد اسبوع بيبقى شكله ايه، بعد شهر بيبقى شكله ايه، الكلى اول ما تطلع بيبقى شكلها ايه، بعد كده يتغير شكلها بقى ازاي، القلب اخباره ايه، الطحال اخباره ايه، كبر ازاي، صغر ازاي، لحد ما وصل للفورمه بتاع الجنين لما يتولد. كل ده بيسموه علم الاجنه او ديفلوبمنتال اناتومي، ده جزء من علم التشريح. فدول بالطريقه دي انا بحاول افرجك بالذات على الايه او اعرفك يعني ايه اقسام علم التشريح. طبعا نرجع تاني، علم التشريح في نوعين، ريجونال اناتومي اللي هو في الصفحه السابقه، وفي عندي حاجه تانية اسمها سيستم. ايوه هو ده ريجونال اناتومي. والنوع التاني اللي هو السيستميك اناتومي. الريجونال اناتومي اللي هو تلخيصا لما سبق، ريجونال اناتومي تشريح مناطق جسم الانسان اللي هو بشرح الاول ابر ليم، بعدين اشرح اللور ليم، بعدين اشرح الهيد والنيك، بعدين اشرح الابدومن، وبعدين لما اجي اشرح الابر ليم اخد الحته دي لوحدها اسمها الانزيلا، اخد الحته دي اسمها الارم، اخد الجزء ده اسمه فور ارم، ده كله على بعضه اسمه ريجونال اناتومي. وده اللي احنا هندرسه في كليه الايه الطب،
طول في السنة أو السنتين اللي هم الجايين دولت إن شاء الله. ده اللي هو regional anatomy.